السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلاجاريزم دوت نت ده موقع بتحط المقالة اللي انت عايز تأكد هل هي منقولة من مقالة أخرى أو بحث انت عامله وعايز تأكد من كمية الحاجات المنقولة من مكان آخر، فانت ممكن تاخد الفقرة فقرة تاخدها كوبي أو صفحة صفحة تاخدها كوبي وتحطها بيست هنا، أو ممكن ال URL لو انت معاك الرابط بتاعها رافعها على مكان معين، أو ممكن تختارها من جوجل درايف أو ممكن تقول له سيلكت، ومجرد ان انت تحطها هو بيبدأ يعمل تشيك وتأكد هل في حد، هل الحاجة دي منقولة ولا فعلا هي دي مظبوطة كده، تمام. فبتبقى سريعة جدا وقوية ان انت تقدر تتأكد وتشيك هل المقالة بتاعتك فيها حاجات كتيرة منقولة، فبتحتاج ان انت تعيد صياغتها او تكتبها بأسلوبك.